I give a floor to Syrian Center for Media and Freedom of Expression. شكرا السيد نائب الرئيس. يمثل القضاة والمحامون جناح العدالة في أي دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحرص على توفير العدالة لهم، واستقلالهما يمثل الضمانة لهذه الحقوق. لا يتمتع القضاة والمحامون في سوريا بهذه الاستقلالية. فالقضاء في سوريا يخضع لوصاية السلطة التنفيذية، إذ أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل بموجب قانون السلطة القضائية. ويخضع تعيين القضاة ورفيعهم لتسكية الجهات الأمنية عدا أن أي تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا التي تراقب دستورية القانوني... القوانين والتشريعات هي الجهة الوحيدة التي يحق لها محاكمة رئيس الجمهورية وهو حق حصر رئيس الجمهورية وفقا للدستور أما المحامون فهم يخضعون في عملهم لقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي نص على تبعية نقابة المحامين للحزب الحاكم ووزارة العدل في تحديد أهداف النقابة وعلى إمكانية حل النقابة بقرار غير قابل للطعن يصدر عن رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2011 قتل أكثر من 30 محاميا تحت التعذيب في معتقلات الأجهزة الأمنية واعتقل وغيب أكثر من ذلك بكثير على خلفية آرائهم السياسية أو دفاعهم مع عن معتقلي الحراك الشعبي ومنهم زملائنا في المركز المحامي مازن درويش الذي اعتقل وحكم أمام محكمة الإرهاب بسبب نشاطه الحقوقي والمحامي خليل معتوق الذي ما زال مصيره مجهولا حتى الآن كما تم شطب المئات من الجدول نقابه المحامين في سوريا اننا ندعو للضغط على الحكومه السوريه لاطلاق سراح جميع المحامين والمعتقلين وبيان مصير المخفيين قسرا ومحاسبه المسؤولين عن الانتهاكات الواقعه على القضاه والمحامين وضمان استقلالهم شكرا لكم